هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم رضوى فيديو بلوجر. النهارده عايزه اتكلم على ايه الحاجات اللي لاحظت ان هي بتسرع من نمو الشعر. يعني لو شعرك بيطول نص سنتي في الشهر، ممكن يطول سنتي او سنتي ونص او اتنين، يعني بيسرع او بيزود معدل نمو الشعر عن المعدل الطبيعي. ودي حاجات ما كنتش بصدقها زمان، بس لما جربتها حسيت فعلا ان هي بتجيب نتيجه كويسه. وبجد يعني اي حد هيجرب الحاجات دي بجد هيشوف فعلا نتائج مش هيصدقها. تمام، فخلينا نبتدي اول حاجه بالحاجه اللي لاحظت فعلا ان هي بتسرع نمو الشعر عن المعدل الطبيعي بتاعك او اللي شعرك اتعود عليه، هو زيت الجدايل. اتكلمت عنه قبل كده وقلت بجد يعني هو بيسرع نمو الشعر بطريقه مش طبيعيه، بس يعني يستحسن كل شويه تغيري الزيت عشان الشعر لما بيتعود على حاجه معينه خلاص ما بيتاثرش بيها. تمام، لازم دايما ايه نجدد منتجات الشعر. تمام، او البشره او اي حاجه لازم دايما تجدد المنتجات. تمام، تاني حاجه برضو لاحظت ان هي بتجيب نتيجه حلوه في تطويل الشعر هو بايوتين فورت. بايوتين اوكي، ده يعني ده اكيد اكيد بايوتين بيسرع نمو الشعر، مش بيوقف تساقط الشعر، بس بيسرع نمو الشعر. يعني لو شعرك زي ما قلت بيطول بالراحة هتلاقيه أسرع شوية في النمو مع بيوتين. وفي دلوقتي بيوتين منه مصري، هو الغالي المستورد دلوقتي بقى ب500 تقريبا، في منه المستورد ده بحاجة و40 ونفس التأثير بالظبط بتاع المستورد. تمام، مفيش منه، بس المستورد بيبقى 10,000، ده بيبقى 5,000 وهتاخدي منه حبايتين بدل ما كنت بتاخدي حباية واحدة بس في بتاع المستورد. تمام، هتاخدي من ده حبايتين. بيوتين بيسرع نمو الشعر. تاني حاجة، تالت حاجة سوري، هي مية الرز. تمام، قعدت اجربها لمدة 3 شهور مية الرز. هي اوكي بتطول الشعر بس مش زي الحاجات اللي قلت عليها قبل كده زي البيوتين او زيت جدايل. تمام، لا هو اوكي بيطول الشعر بس مش النتيجة الواو اللي هتلاحظيها قوي زي الحاجات التانية. تمام، في حاجة كمان برضو استخدمتها قريب وحسيت ان نتيجتها حلوة، هو زيت تراي شوب. زيت تراي شوب لسه جايباه قريب وحسيت ان نتيجته حلوه جدا برضو. وكمان اللي استغربته جدا ان ريحته نفس ريحه زيت جدايل بالظبط، يعني ممكن هو يبقى نفس زيت جدايل بالظبط معمول بنفس الطريقه، انا مش عارفه مش متاكده، بس نفس الريحه بالظبط بتاع زيت جدايل، بس زيت جدايل لونه احمر وده لونه اخضر كده شويه. قبل كده كنت عملت سيرشات وكده على اكتر الزيوت اللي بتسرع من نمو الشعر، واكتشفت ان هو او في دراسة اتعملت ان هو زيت الكركديه بيسرع معدل نمو الشعر، وده تقريبا هو ده اللي محطوط في زيت جدايل، عشان كده زيت لون زيت جدايل لونه احمر. تمام، هو الزيت الوحيد اللي لونه احمر، ومفيش زيت لونه احمر تقريبا غير زيت الكركديه، فيمكن هو ده زيت الكركديه هو السبب في ان زيت جدايل فعلا بيجيب مفعول حلو جدا في تطويل الشعر. مش عارفه الصراحه. حاجه لاحظت ان هي روعه في تطويل الشعر وبتجيب مفعول حلو جدا هو الانفيرجن ميثود. تمام، هحط لكم صورته كمان شويه. هي انك تنزلي شعرك كله لقدام وتقعدي 2 3 دقايق، وفي اللي بيقول 4 لو عرفتي اوكي، بس انا بقعد دقيقة او دقيقتين. فعلا مفعولها بيبقى حلو جدا جدا، وفعلا بتلاحظي في اسبوع على فكرة. يعني انا لما جربتها كنت سمعت واحدة بتقول في اسبوع، قلت استحالة شعري يطول في اسبوع، بس فعلا بتجيب نتيجة وبتلاحظ المفعول دوت في اسبوع بالظبط. هي دي الحاجات اللي انا لاحظ ان هي بتطول نمو الشعر، مع اهتمامك بقى بزور باطراف الشعر نفسه بانك تعملي له ماسكات علشان يعني يطول وهو مش مقصف. تمام، انت لو فضلت تطولي شعرك من فوق وهو من تحت مقصف، مهما هيطول من فوق وهو مقصف من تحت مش هتحسي بطوله ابدا. تمام، فلازم تهتمي بالاتنين، بالجذور وبالاطراف. يعني وانت بتعملي له الحمامات زيت او بتاخدي له بيوتين او بتعملي انفرجن ميثود، لازم برضو تهتمي بالماسكات لشعرك لاطراف شعرك نفسه. وانا كنت عملت فيديوهات قبل كده على ازاي تقدري تهتمي بشعرك، في فيديو كنت عملته عن مسامية الشعر بيساعد برضو على تطويل الشعر، وكان في ماسك عملته قبل كده للشعر برضو ازاي تهتمي بشعرك وازاي تعملي له ماسكات. كل الحاجات دي اتكلمت عنها في القناة بتاعتي. تمام، فاتمنى يعني انكم تروحوا تشوفوها، او ممكن اسيب لكم اللينك فوق. بس وهي ديت كانت الحاجات اللي فعلا بتساعد او بتسرع من نمو الشعر
عن المعدل الطبيعي وبس كده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.